السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذهبت الحسابات الفلكية التي أنجزها الخبراء إلى تحديد أول أيام عيد الأضحى 2024 في المغرب، وحسب الحسابات الفلكية فإنه ينتظر أن تتم عملية تحرر الهلال للحدة 1445 يوم الجمعة 7 يونيو 2024، ووفق المعطيات التي قدمها المهندس والباحث الفلكي عبد الحفيظ باني. فإن رؤية هلال شهر ذي الحجة ستكون سهلة عند غروب شمس يوم التاسع والعشرين ذي الجمعة السابع يونيو بكون عمره سيكون واحد وثلاثين ساعة وسينقص في الأفق ساعة ونصف الساعة بعد غروب الشمس هذا المعطى يعني حسب باني أن فاتح شهر ذي الحجة سيوافق السبت الثامن يونيو وبالتالي فإن عيد الأضحى سيكون يوم الاثنين السابع يونيو استنادا إلى الحسابات والمعطيات الفلكية غير ان تاكيد يوم عيد الاضحى في المغرب لا يتم الا بعد اصدار بلاغ رسمي من طرف وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه الذي يتم مساء اخر يوم من ذي القعده بعد رؤيه الهلال بالعين المجرده وهي العمليه التي تتم في مختلف جهات المملكه وتشارك فيها جميع مندوبيات الوزاره والقوات المسلحه الملكيه